عودة لكم مشاهدينا الكرام. من ضمن الأنشطة التي تقوم بها جمعية المحامين، تقوم لجنة حقوق الأسرة التابعة لها ولجنة الأسرة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري بطرح محاضرة تربوية تحت عنوان أثر التكنولوجيا على الأسرة، الحديث حول هذا الموضوع وحول العلاقة بين التكنولوجيا والأسرة. دعوني أرحب بالمحامية الأستاذة منى الأربش. إن شاء الله أستاذة منى، بداية الموضوع في تركيبة غريبة، تكنولوجيا وأسرة وجمعية محامين، شنو العلاقة بالموضوع؟ أولا يعطيكم العافية على استضافتنا اليوم واهتمامكم دائما بالمواضيع اللي لها أثر مفيد وإيجابي دائما على المجتمع الكويتي. احنا بلجنة الأسرة في جمعية المحامين في عدة لجان، طبعا احنا لجنة الأسرة خاصة ومعنية بكل ما فيه فائدة للأسرة الكويتية بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص. فدائما نحب ان نسلط الضوء على المواضيع اللي تهم الأسرة من جميع الجوانب. تمام. فاحنا لما نشوف بأروقة المحاكم ان القضايا في تزايد مهول، فنبي نرجع احنا على السبب الاساسي لهذه المشاكل. ارتئينا اليوم ان احنا لازم نسلط الضوء على التكنولوجيا كونها لها اثر سيء على افراد الموجودين في هذه الاسره. شلون؟ خلقت برود عاطفي بين الازواج، خلقت فجوه كبيره بين الاباء وابنائهم. اليوم حتى العماله المنزليه قاعد تستخدم هذه التكنولوجيا بشكل سيء، قاعد تنخر هذه الاسره، قاعد تطلع معلومات سرية، أسرار العائلة هذه، قاعد تصور في البيت، قاعد تنتهك حرمة البيت هذه. فإحنا قلنا اليوم لازم نوقف وقفة جدية ونتكلم عن هذا الموضوع بجميع جوانبه، سواء الاجتماعية، النفسية والقانونية كذلك. والإيجابي والسلبي. أكيد طبعا. في 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 آثار إيجابية. أكيد. هو الحين إحنا قاعد نتكلم عن تكنولوجيا قربت العالم كله، كنا صرنا كأن دولة واحدة وإيجابياتها كثيرة، لكن هم لازم نتكلم عن السلبيات لأنه وايد قاعد نشوف إنه مشاكل بسببها. تمام. اهتمامكم في هذا الجانب أكيد ناقشتوا قضايا عدة غير التكنولوجيا، لكن تحديدا في هذا الموضوع ردود فعل الناس شلون كانت؟ من أبرز القضايا اللي طرحت، هل هناك فعلا مشاكل ولا احنا مكبرين الموضوع ولا هو خطوة احترازية قبل أن تقع المشكلة؟ شلون كانت؟ لا، هي طبعا هي مو خطوه احترازيه وقائيه، بالعكس احنا في الحين في صلب الموضوع واهميه الموضوع هذه، ومن اهميه الموضوع هذا صدر قانون لينظمه. الحين عندنا احنا قانون تقنيه المعلومات نظم هذا الامر، فاحنا ما احتجنا ان احنا نسن قانون معين ونص على مواد عديده في الا في حاجه، وشفنا احنا جرائم ترتكب بسبب استخدام التكنولوجيا هذه، فصرنا في حاجه ان كذلك نوعي من جانبنا بدورنا في اهميه هذا الموضوع. شنو المشاكل المستوهة لها علاقة ما بين الأسرة وتهديد أمن هذه الأسرة والتكنولوجيا؟ نعم. في مشاكل واقعية؟ طبعا. لنطرح مثال، الحين احنا برامج التواصل الاجتماعي من سناب شات وانستغرام وغيره، الاستخدام السيء من ارسال مسجات خاطئه، من متابعه ممكن حسابات تعود بالاثر السيء على هذه الاسره، توقعنا بمشاكل. فاحنا الحين في ارض الواقع في المحكمه قاعد نشوف المشاكل، توصل للطلاق، توصل لي يمكن الحين الابناء لا يطيعون اولياء امورهم، عندنا مشاكل الخدم كذلك والجرائم ناتجه عن متابعه هذه البرامج واستخدامها استخدام سيء. ابرز النصائح اللي قدموها المحاضرين في هذه المحاضره حول كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا وحماية الأسرة في نفس الوقت. أحب أن أوه هنا دورة تدريبية ستقام الأسبوع القادم 2 و3 من شهر مايو من الأسبوع القادم، فإحنا الحين ننوه على الجميع ونحب ونؤكد أن ياريت كل اللي يسمعنا يشارك فيها. المشاركة مجانية بالكامل لكن العدد محدود ومقاعد محدودة. من المحاضرين في أسماء معينة؟ نعم، في جانب من أعضاء لجنة الأسرة وفي أعضاء من خارج الأسرة، كلهم إحنا حبينا أن ناخذ تقريبا ماكس انه يكون اجتماعي قانوني نفسي. فالاعضاء هذول المجتمعين على مدى يومين، وبالنهايه اليومين هذول راح نطلع فيه حلول وتوصيات يمكن تفيد المستمع وتفيد اللي سيحضر. لكن الخطر الاكبر وين شايفينه؟ وين رايح؟ هل لدى الابناء في تعاملهم مع التكنولوجيا؟ هل لدى اولياء الامور؟ هل لدى الخدم؟ جميعهم كلهم. المشكله الاكبر وين؟ جميعهم للامانه احنا لذلك سلطنا الضوء عليهم كلهم، حطينا مجال نتكلم عن وتوعيه الاسره
وأبنائهم وكذلك العمالة المنزلية، لأن احنا كلنا مجتمعين نكون هذا المجتمع وهذه الأسرة. فلذلك احنا يجب ان نعطي نصائح للجميع، ولازم نلقي الضوء على الايجابيات والسلبيات اللي قاعد يمارسونها بسبب التكنولوجيا لجميع الافراد. ابي استاذه منى، ابي وقائع حقيقيه. انت يمكن كونك محاميه اكيد مرت عليك قضايا من هالنوع، البعض مما يشاهدنا الان يقول لا نبالغ في الموضوع. أي. في اسر عندها تكنولوجيا وتستخدم منصات التواصل الاجتماعي وغيره، لكن ما فيها مشاكل. نعم. بعض الاخر يقول لا والله في مشاكل، في قصص واقعيه ولا أبسط لا؟ ابسط شيء اللي احنا قاعد نشوفه الحين، يمكن يستسهلون الزوجات برنامج السناب شات، كونها ان هي تصور نفسها يمكن بدون ما تكون مستوره او في افعال مخله بالشرف، فالامر هذا يستدعي الزوج انه يرفع دعوه ويسقط حضانتها. وصارت كثيرا فعلا. فشنو اهم من الابناء بالنسبه حق الام؟ انه يسقط حضانتك وانت تطلبين رؤيتهم يوم واحد، يمكن ما يسمحون لك لعدم امانتك لهم. فهذا يمكن ابسط شيء وقيس عليه العديد من المشاكل. كذلك هم الانستغرام نفس الشيء، العديد من الشباب وحتى القصر عندنا، يمكن في برامج الواتساب كذلك يصير محادثات بسيطه تنتقل الى مناوشات ويصير في بينهم سب وقذف، يدخلون إلى نيابة الإعلام ويتم التحقيق معهم، لأن قانون تغطية المعلومات المختصة في التحقيق هي نيابة العامة. فكونكم أنتم كقصر في العمر الزهور وتدخلون النيابة أنتم وأهليتكم، هذا أمر مو بسيط أبدا. فيمكن كلمة بسيطة لكن تشكل جريمة يتلون فيها العائلة بالكامل ويتم التحقيق معهم. وفيما يتعلق بالخدم، شنو من القصص اللي سمعتها؟ الخدم عندنا احنا مشكلة عويصة بالذات الحين، ان اول يمكن ما كنا نرضى ان نعطي العمالة المنزلية هواتف، الحين اصبحت الهواتف متوفرة بكثرة، الانترنت سهل جدا الحصول عليه، صار في تصوير البرامج يصورون العيال، يصورون حرمة المنزل نفسها، ويسهلون يمكن عمليات السرقة، يكون تواصلين مع اشخاص في خارج المنزل وفي غيبة الاهل في المنزل وتم عملية السرقة بالاتفاق مع العمالة المنزلية، هذا احد الامثلة. والاطفال او الابناء لهم علاقة الموضوع. نعم، الحين احنا عدد ساعات اللي نقعد عليها الانسان البالغ فقط 9 ساعات حسب الدراسات، 9 ساعات يعني مفلطة. احنا يوم اللي احنا قاعد نقعد فيه كامل احنا ماسكين الجهاز، فالاطفال اسوأ من عندنا، الاطفال دماغهم ألين من دماغنا، يمكن صحيا يتاثرون اكثر من الانسان البالغ. يمكن اذا احنا قاعد نستخدم هذه الاجهزه والتكنولوجيا في امور يمكن مفيده او في عمل، الاطفال قاعد يشوفون ويشاهدون هذه البرامج بشكل فقط للترفيه، فما في فائده تذكر كثر ما هو ترفيه وتضييع الوقت، اصبح حياتهم هذا البرامج والايباد او الجهاز اللي هم يشوفونه، صار في فجوه بينهم وبين الاهالي والعلاقات الاسريه انقطعت، صار يمكن البرامج اللي تعرض على هذه الأجهزة مو مفيدة ولا لها رقابة كافية، فهذا أيضا يودينا إلى مسار لا تحمد عقباه. طيب، بعد كل القضايا اللي طرحت، بعد كل القضايا اللي سمعتي فيها، بعد ما وصلنا إلى مرحلة أن نطرح موضوع مثل هذا في مجتمعنا الكويتي ونركز عليه ونحذر منه، رسالتك للمجتمع ككل شو تحبين تقولين؟ أول شيء احنا نؤكد ونشدد على أهمية حضور الندوات والدورات التدريبية اللي مثل هذه الدورة اللي أثر التكنولوجيا على الأسرة، من الدورات المهمة جدا. فأتمنى من الأهل توعية أبنائهم كذلك إلى مخاطر التكنولوجيا واستخدامهم للبرامج ومراقبتهم مراقبة شديدة، لأنها أصبحت عالم كبير لا يحمد عقباه أن تم استخدامه باستخدام بدون رقابة. نعم، كل شكر لك أمانة الأستاذة منى الأربش، وأيضا كل الشكر للإخوان في جمعية المحامين، وصلنا سلامهم. إذا الرسالة واضحة من الإخوان في جمعية المحامين، خلونا نحذر من هذا الموضوع أكثر، خلونا نتوعى في هذا الموضوع أكثر، لأن هناك قضايا قد وقع على قولتهم الفاس بالرأس، ما هو شيء حلو باكر تحرم من أبنائك أو تنحرمين من أبنائك بسبب تغريدة أو بسبب صورة وضعت أو بسبب حتى سناب مدتها 10 ثواني قد تحرم من أبنائك. لذلك التثقيف في هذا الموضوع أمر ضروري جدا، ومنا إلى جمعية المحامين كل الشكر على هذه البادرة.